بعد طول انتظار يستلم هؤلاء المكتتبين المرشحين لاقتناء سكن عدل واحد المستفيدين من تدابير منشور 8 أفريل الماضي، يستلمون قرارات قبول طعونهم بعد أن تم الفصل فيها. عندنا طالب تعاضيا من 2001 بعد ظروف مسكن كاع تعاودوا جدوا الملفات، خلص بريمي ترونش دوزيام ترونش وترمازيام ترونش، نستنى في برافيكتاسيون حتى جاتني ورقة باللي لغاوني من الساكن. جاتني في 2017، عندي غرفة فيها 46 متر كاري في وسط المدينة في البليدة، قديمة ماهيش صالحة حتى على واحد يزيد يسكن فيها مدة طويلة. جي بي دو ترونش بروميير دوزيام ترونش لا تروزيام ترونش بعثوا لنا نوتيفيكاسيون افي ديفافورابل ا كوز دي 27 متر كاري ابارتونون او كونجوان. بعد 2016 بعثوها لنا، عندنا 15 عام باش عاد بعثوا لنا نوتيفيكاسيون بلي افي ديفافورابل. ومن بعد بار لا سويت عاود درنا روكو 2016 حتى 2018. فتح باب الطعون شمل بصفة استثنائية بعض الحالات والمتعلقة بمالكي العقارات والأراضي في الشيوع وحالات لمالكي المساكن الضيقة والوظيفية وإلغاء الهبة، وأخرى تتعلق بوفاة طالب السكن أو المستفيد من الإعانة المالية وغيرها من الحالات المحددة في منشور أفريل الماضي. وبهدف السماح لكل مواطن من الاستفادة من سكن لائق، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أعلن بدوره عن تنصيب لجنة وزارية لدراسة الطعون التي سترفع من طرف المكتتبين المرشحين لاقتناء سكن عدل أو سكن ترقوي عمومي. يشرفني إعلام الحضور الكريم بتنصيب اللجنة الوزارية للطعن المكلفة بدراسة الطعون المقدمة من قبل المترشحين لاقتناء سكن من نوع البيع بالإيجار عدل أو سكن ترقوي عمومي. وبهذا تنتهي دراسة ملفات كل الطعون المتعلقة ببرنامج عدل واحد، والتي سجلت قبول قرابة 8900 ملف من بين 14000 طعن، في حين تم قبول 5590 ملفاً في إطار برنامج عدل 2.